مرحبا فوشيا، يعطيكم العافية. بدنا نتكلم اليوم عن موضوع ممكن ما يكون كتير شائع بين النساء، بس هو موجود، وهو موضوع تحبيطة الرحم بالتحديد، اللي بتكون أحيانا مرتبطة مع التحبيطة المهبلية، أو أحيانا بيكون المرض تحبيطة في الرحم والمهبل مع بعض. هذه الحالة ممكن يتعرض فيها أو إلها الكثير من النساء، عادة الكبار في السن. إلها أسباب كثير، هي مرتبطة أكثر بالأمراض المزمنة، بمعنى أنه النساء اللي عندهم أمراض مزمنة زي الضغط والسكري وغيرهم هم الأكثر عرضة للإصابة. غير هيك طبعا الولادات المتكررة، وبشكل عام الولادات الطبيعية، بمعنى أنه الست كل ما ولدت أكثر كل ما كانت نسبة حدوث التحبيطة بالرحم أو بالمهبل أو بالإثنين بتكون أكثر عندها. غير هيك مشاكل الولادة أحياناً كمان نفسها، استعمال المعدات اللي ممكن تساعد على الولادة من قبل الطبيب، وكمان ممكن يزيد من العرض للإصابة بهذه الأمراض الولادات للأطفال اللي هم بتكون صحتهم أو وزنهم شوي زايد، فبالتالي ممكن يزيد نسبة التحبيطة إنها تحدث عند النساء. طبعا علاج هذه الحالات غالبا جراحي، في علاجات ممكن تكون عن طريق بعض الأدوية إلى حد ما ممكن تساعد أو تخفف من الأعراض، من أعراضها الالتهابات المتكررة، شعور الست بوجود كتلة بين القدمين أو بين الأرداف، وهذا كله بيكون شعور سيء. غير هيك ممكن يأثر على حياتها الجنسية بشكل عام، ممكن يأثر على نوعية الحياة عندها، فلذلك العلاجات بتكون ضرورية، وإذا ما زبط العلاج بالأدوية بنلجأ للعمليات الجراحية. العمليات الجراحية لهذه الحالات عمليات الآن في هذا الوقت سهلة مش صعبة، ممكن إجراءها من طبيب متخصص في اختصاصات التحبيطة المهبلية أو للرحم أو قعر الحوض، أو ما يسمى باختصاص المسالك البولية النسائية. وكمان غير هيك هذه العمليات ممكن الآن تنعمل عن طريق المنظار، فبالتالي هذا بيسهل من العملية نفسها، تقنية العملية، وبقلل من حدوث أي أضرار أو أي مضاعفات ممكن تكون مصاحبة لها. يعطيكم العافية.